بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاحذروا عباد الله من الفتن، واتقوا الله سبحانه وتعالى أن تقعوا في فتن الشبهات أو فتن الشهوات. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة تكثر الفتن، وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفتن الشبهات المضلة التي هي من تزيين الشيطان للباطل حتى يرى الناس أنه حق، هذه الفتن تبدأ بالبدع والضلالات ثم تنتهي بالنفاق والكفر والعياذ بالله. ولقد أضل الله سبحانه وتعالى الضالين الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل بإعراضهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن ما جاءت به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما فتن الشهوات المغوية فهي من إغواء الشيطان، من دفعه للناس إلى عبادة الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذه فتن الشهوات بين شهوات من جنس شهوات الأنعام من الطعام والشراب والجنس والمال عند الناس تتحقق به هذه الشهوات، أو من جنس شهوات أضل، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فشهوات الأنعام شهوات راجعة إلى طبيعة الإنسان الأرضية، أنه خلق من الأرض وخلق أجوف، لا يملك نفسه عن الطعام والشراب والشهوة،
إلا أن يوفقه الله بالدين. وأما الفتن الأخرى بالشهوات فهي الشهوات الإبليسية الشيطانية التي هي أضل والعياذ بالله، والتي هي أخبث، والتي يغفل عنها كثير من الناس لأنهم لا يشعرون بها ولا يفتشون أنفسهم في البحث عنها. إنها فتن شهوات الكبر والعلو وحب الفساد في الأرض. ولقد حرم الله الآخرة على من أراد العلو والفساد، فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فحب الرياسة والجاه وطلب الشهرة والمدح من الناس والسمعة، وكذلك حب احتقار الناس وازدرائهم وإذلالهم وجبرهم على إرادة المتجبر المتكبر الذي همه أن يكون الناس طوع يديه، ولو عذبهم ولو قتلهم وسفك دماءهم لتكون العزة له فيما يظن. وهو والعياذ بالله إنما يذل أعظم الذل، فإن الله عز وجل جعل الذل في مخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال الحسن رحمه الله: هم والله وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وهذه الرغبات كذلك في الإفساد في الأرض، في حب إغواء الناس، في الرغبة في أن يكون الناس كلهم على الفساد، لا يطيق أصحاب هذه الشهوة الإبليسية وهذه الفتن الشيطانية، لا يطيقون أن يروا الناس يعبدون ربهم ويحبون نبيهم ويتبعون أهل الحق والصلاح، لا يطيقون أن يروا الناس يصومون ويصلون وينفقون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله، بل يريدونهم بين الخمر والمخدرات والنساء العاهرات، يحبون الغواية كحب بني إسرائيل إغواء جريج في قصة جريج العابد الذي كان يتعبد لله عز وجل في صومعه، وأتته أمه فقال: يا رب أمي وصلاتي، فأكمل صلاته، مع أنه كان الأفقه له أن يختصر أو أن يصلي صلاة خفيفة ليجيب أمه التي أتته من مسافة بعيدة، فانصرفت ثم أتته مرة ثانية وهو يصلي فقال: يا رب أمي وصلاتي، فأكمل صلاته فانصرفت. وفي المرة الثالثة قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. وبينما بنو إسرائيل يتكلمون ذكروا جريجا وعبادته، فقالت: بغي من بغايا بني إسرائيل يتمثل بحسنها، أتحبون أن أغويه؟ قالوا: نعم. انظر إلى هذه الإرادة الفاسدة. فهمت هذه البغي امرأة تتجر بفرجها وتبيع عرضها، ومع ذلك فهمت الشهوة الإبليسية في قلوب رؤوس بني إسرائيل المتكلمين في هذه المجالس، وإن كانوا يذكرون الزهد والعبادة التي عليها جريج، لكن حقيقة إرادتهم أنهم يحبون غوايته.
يتمنون أن لو كان مثلهم غاويا. فهمت البغي ذلك وقالت لهم فاضحة لهم حقيقة إراداتهم الخبيثة: أتحبون أن أغوي؟ وهكذا يكون الإنسان أحيانا يتدثر بدثار المدح للمتقين وحسن الثناء على العابدين الزاهدين، وحقيقة أمره يعرفها من يفهم لغة القلوب التي تمتلئ بالحقد والحسد. فقالت: أتحبون أن أغويه؟ قالوا: نعم. فأتت فتعرضت لجريج فأعرض عنها، فأتت راعي غنم فكان يأوي إلى صومعة جريج فمكنت نفسها منه فحملت، ثم أتت به بعد أن وضعت، أتت به بني إسرائيل فقالت: هذا من جريج. عندما يعجز المبطلون عن تحقيق غرضهم في إغواء أهل الحق لا يجدون سبيلا إلا الادعاء الكاذب والتهمة الباطلة. وخططت 9 أشهر وزيادة حتى فعلت هذه التهمة الباطلة، وهذا الادعاء الظالم لجريج. والقوم لأجل إرادتهم الفساد وحب الفساد لم يحققوا في المسألة. هاتوا المعاول، هاتوا الفؤوس، انطلقوا إلى صومعة جريج، اهدموا الصومعة. ثورة غوغائية عجيبة الشأن لا تبنى على تحقيق، ثورة تخريب وتدمير بلا بينة إلا الظلم والعدوان. هدموا صومعته، استخرجوه منها، أوسعوه ضربا وشتما وركلا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهو لا يدري ما المسألة أصلا. فعلوا ذلك كله قبل أن يكلموه كلمة. قال: ما شأنكم؟ تعجب، هؤلاء بالأمس كانوا يعظمونه ويتبركون به ويأتون لزيارته ويثنون عليه في مجالسهم، واليوم يضربون ويسبون ويشتمون. أنت الذي فعلت، ما شأنكم؟ فقالوا: زنيت بهذه المرأة وأتيت منها بهذا الولد، ولو أنه دافع عن نفسه وقال لست كذلك لما سمعوا، لأن الإعلام الكاذب الذي وصلهم من رؤسائهم المحبين للفساد في الأرض ومن خلال نفوس مريضة تقبل التهم الباطلة دون تحقيق. وإنما حقيقة الأمر أنها في غواية، فعند ذلك لا ينفع الإنكار ولا ينفع المطالبة بالبينة. لجأ إلى الله، قال: دعوني حتى أصلي ركعتين. فصلى ركعتين ودعا الله عز وجل القريب المجيب، ثم قال: أتوني بالصبي الغلام المنسوب إليه وهو في المهد في الرضاع. فطعن بإصبعه في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ فأنطق الله الصبي وقال: أبي الراعي فلان. فأقبلوا عليه يقبلون يديه ورجليه لما شهدوا هذه الكرامة الظاهرة. أنطق الله الرضيع في مهده نصرة لولي الله عز وجل. أقبلوا عليه يقبلون يديه ورجليه وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: أعيدوها من طين كما كانت. كيف المخرج عباد الله من الفتن، فتن الشهوات والشبهات؟ إن لزوم كتاب الله ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أعظم أسباب النجاة من الفتن. فإن الله أمرنا أن نعتصم بحبله، وهو الوحي المنزل من عنده والذكر الذي أوحاه إلى رسوله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا تتحقق وحدة الأمة ولا نجاتها من الفتن
إلا بالاعتصام الحقيقي بحبل الله، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الوحي الذي يوحى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فليس عنده فتن الشبهات المضلة، ولا عنده فتن الشهوات المغوية. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وهذا الوحي الذي يوحى يشمل الكتاب ويشمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينطق إما بالقرآن وإما بكلامه الذي هو سنته صلى الله عليه وسلم، التي لا تخرج عن الوحي، وهي من الذكر. قال سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن آيات الكتاب تتضمن الحكمة. أمر الله أزواجه رضي الله عنهن أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت أزواجه، من آيات الله والحكمة. فحاجتنا أن نذكر آيات الله، وأن نذكر الحكمة، أن نعرف هذه السنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن منزل ليبين ما نزل من الآيات الأخرى، فالقرآن يفسر بالقرآن، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من الذكر المبين للقرآن، حتى استدل العلماء بذلك على أن السنة من الوحي المحفوظ. قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة، فقال: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالجهابذة علماء هذه الأمة من نقاد الحديث وفقهائه، الذين يعرفون الصحيح من الضعيف، ويعلمونه للناس، ويبينون الموضوع فيخرجونه، ويبينون الضلال والغي الذي فيه. إخوة الإسلام، لا يكفي فقط أن نعلن عنوانا اسمه نتبع الكتاب والسنة، ونحن بعيدون عن الكتاب وعن السنة. لا يكفينا في النجاة من الفتن أن نكون مجرد تالين للحروف، غير فاهمين للمعاني، أو غير مطبقين للحقائق في العمل، أو غير مبينين في دعوتنا للنصوص الوحي من الكتاب والسنة. إذا أردنا النجاة من الفتن والنور في القلوب والبصيرة عند الظلمات، فلا بد لنا من أن يكون تحقيقنا لشعار الكتاب والسنة حقيقة، لا عنوانا ودعوى، وليس شهرة وادعاء وحديثا بين الناس. كم من الناس يقيم القرآن كالسهم، وهو لا يجاوز حنجرته. والخوارج قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وأما السنة فقليل من الناس يعرفها ويحفظها، ومع ذلك فالقليل من هذا القليل هو الذي يهتم بفهمها والعمل بها والدعوة إليها وتهذيب النفس والقلب بها. إخوة الإسلام، إنما نريد بتعلم الكتاب وإقامة حروفه أن نفهم معانيه، ثم نتدبر ما فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وغرضنا من قراءة السنة وسماعها
أن نتعلم معانيها وأن نطبقها في حياتنا وأن نلتزم بها في سلوكنا، وإلا فإنا نخدع أنفسنا ونطلب رياء وسمعة. نعوذ بالله من الرياء والسمعة. احذروا إخوة الإسلام أن تتعلموا علما يراد به وجه الله عز وجل لتماروا به العلماء لتجادلوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فإن هذه النيات الفاسدة يحكم الله بها على صاحبها بالنار. من فعل ذلك أدخله الله النار. من تعلم ليقال عالم وقرأ ليقال قارئ، كالذي أنفق ليقال جواد والذي جاهد ليقال جريء، هؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم النار، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نخلص النية لله عز وجل، أخلصوا النوايا لله، فتشوا في القلوب، داووا أمراض القلوب بالوحي، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عند ذلك، عندما نتعلم العلم لله ونفهم كتاب الله ونتدبر ما فيه ونعمل به وندعو به وإليه، وكذلك نتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نتعلم آية آية وحديثا حديثا، عندما نفعل ذلك وتجد الناس مختلفين يتفرقون شتى، هذا يقول عن هذا الموقف أنه حق وذاك يقول أنه باطل، وآخر يقول بل هو الكفر وآخر يقول بل هو الإيمان. عندما يكون في قلبك الكتاب وعندما يكون في قلبك السنة إخلاصا لله عز وجل وإرادة لوجهه، سوف تجد الأمر متضحا وسوف تجد السبيل محدة بيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سوف تتضح الأمور وتزن الأحداث بموازين الشريعة وليس بموازين الهوى أو بموازين الضلال. إننا في فتن كثيرة، هناك من يقول لك تعال إلى هذا الهدى، هذا الذي عندنا هو الهدى، وضده يقول لك ذلك، والكل يدعي أنه يريد العدل والإحسان، وربما قال أنه يريد الشريعة وتطبيقها، مع أن الكثيرين لا يريدون إلا الدنيا ويبيعون دينهم بعرض منها نعوذ بالله. لذلك لا تكفي الدعاوى ولا تكفي الأماني، احذروا أن تكونوا ممن قال الله فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقولون ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وأولى الناس بالضلال من قال هلك الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. وكذلك الذي يتعالى على الناس حتى يكفرهم ويتهمهم بالكفر والنفاق وهم منه أبرياء فهو أولى بهذا الوصف. فاحذروا ممن يكفر المسلمين ويحكم عليهم بالنفاق من غير بينة، وربما كانت خصال النفاق فيه هو ظاهرة من كذب الحديث وخلف الوعد
ونقض العهد والفجور في الخصومة. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. الذي يتهم الناس بالكفر والنفاق بلا بينة ولا دليل. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. وقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا حار عليه، وإلا رجع عليه. ولذا تجد أكثر هؤلاء الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم فيهم من خصال النفاق ومن خصال ومن التشبه بالكفار في استحلال الدماء وفي هتك الحرمات، تجد فيه ما لا تجده في غيره. احذروا إخوة الإسلام من سفك الدماء، واحذروا ممن يأمر بالتخريب والحرق والتدمير لأموال المسلمين العامة والخاصة، منشآت الدولة ومنشآتنا وبيوتنا هي كلها أموالنا التي جعلها الله لنا قيامة. فمن يخربها ويدمرها فضلا عمن يسفك الدماء ومن يدعو إلى القتل ويحمل علينا السلاح، هو إنسان مبتغ للفتنة، مفسد للأرض. طوائف كانوا أو جماعات، في أي شكل كانوا وعلى أي عنوان ادعوا أنفسهم، احذروا ممن يأمر بذلك. وكثير من الناس يرفع راية وهو يعمل بعكسها، ويدعي الإيمان وهو يسعى إلى النفاق والعياذ بالله. ومن كان عنده البصيرة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعنده من صفاء القلب والتزكية والنية الصالحة، أبصر هؤلاء، يعرفهم بصفاتهم، تعرفهم بسيماهم، كما قال كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يعرفون بسيماهم، والمنافقون أيضا يعرفون بسيماهم وعلاماتهم التي بينها الله لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم. حافظوا على هذه البلاد التي هي نعمة من الله، ومهما كان فيها من نقص أو خلل فهي فضل من الله عز وجل علينا، ورحمة من الله بنا، وعصمة دمائنا وأعراضنا وأموالنا أمر واجب علينا جميعا أن نحفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال هذا يوم عرفة ويوم النحر. ولذا قال ابن عمر: أن دم المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة. فاحذروا إخوة الإسلام ممن يعد العدة لسفك الدماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. احذروا ممن يرفع سيف التكفير والحكم بالنفاق على المسلمين لأجل مخالفتهم له في مواقف سياسية فيها اجتهاد. فالناس يجتهدون، والعلماء ويلزمهم أن يتبعوا علماءهم، وإن اختلف العلماء فلا يضلل المخالف في مسألة فيها اجتهاد. إذا أصاب المصيب فيها له أجران، وإن أخطأ فله أجر. اللهم احفظ بلادنا وأهلها من كل سوء، واحفظها أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من فتن آخر الزمان ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل، القاتل والمقتول في النار. ولا شك أن هناك رايات ومقاصد يكون الناس فيها، ولكن حقيقة ما يجري أكثر الناس لا يدرونه.
لأن ما في رؤوس القادة والرؤوس أكثر الناس لا يعلمون، والمخططات الخفية والولاءات الخفية أكثر الناس لا يعلمونها. فمن وجد هذا النوع من الاقتتال، وإن سمى كل طائفة منه نفسه على الحق وادعى طلب الشريعة، وإن كان هو في حياته لا يطبقها وفي سلوكه لا يعمل بها، وهو فيما يعامل به الناس يرفع الشعار دون تحقيق، عند ذلك لا بد وأن نتجنب هذه الفتن، ونحذر على أنفسنا أن نكون من القاتلين أو المقتولين. ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان كخير ابني آدم الذي قال لأخيه القاتل وهو شرير مجرم يقاسم أهل النار عذابهم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ابن آدم الأول قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فاحذروا إخوة الإسلام ولا تذهبوا إلى أماكن الفتن والصدام التي يتوقع معها قاتل ومقتول، أكثرهم وعامتهم لا يدرون فيما الصراع، وإن أوهمهم القادة أنه لرفع الظلم أو لدفع الكفر والنفاق، والحقيقة أنه صراع من أجل أن تكون العزة لفلان، ونحن لا نريد إلا أن تكون العزة لله. عندما يخلص الناس لله عز وجل وتكون الرايات واضحة، وتكون كذلك السلوكيات والأعمال واضحة والشريعة قائمة، عند ذلك يظهر الحق وينتصر. إخوة الإسلام، الفتن متكاثرة، وأعداء الإسلام يعدون العدد، ومن والى أعداء الله عز وجل من الكفار والمنافقين وأهل البدع، ومن شرهم الرافضة المجرمين الذين يتسمون بالشيعة وما هم بشيعة لأهل البيت، وإنما شيعة أهل البيت الحقيقيين أهل السنة والجماعة الذين يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون أصحابه ولا ينصبون العداوة بين بعضهم بعضا. هؤلاء الرافضة شر أهل البدع، من يتولاهم وينصرهم علامة على نفاقه وبدعته، لأن نصرة هؤلاء والرضا بما هم عليه خصوصا إذا قاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم وتولوا المرتدين الغلاة منهم كالعلويين الذين يؤلهون علي بن أبي طالب، هؤلاء الذين يسفكون دماء أهل السنة سفكوا دماءهم في إيران وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن، ويستحلون الحرمات منهم في الأعراض والدماء، هؤلاء موالاتهم والرضا بما هم عليه وتهوين شأنهم والسماح بتغلغلهم في وسط مجتمعنا خطر عظيم. ولقد أتاني أخبار خطيرة كيف يخططون لتشييع هذا الشعب المصري الطيب المسلم الذي عامته على أهل السنة، من خلال دفع الأموال والترغيب في الشهوات والوقوع في هذه الفتن، أحيانا باسم المتعة وأحيانا باسم حب الخير وحب أهل البيت. لابد أن نحذر من هؤلاء، وخصوصا من دول عربية ينتشر فيها هذا الداء الخبيث، لابد أن نحذر على أولادنا من ذلك. الذين يذهبون للعمل في كثير من بلاد الخليج يتعرضون لشبكات خطيرة توقعهم في هذه الفتنة استغلالا لحاجتهم المادية، ثم يوذقون عليهم الأموال إذا تشيعوا، ويبدأون بالطعن في معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص، ويثنون بالطعن في عثمان وعائشة رضي الله عنهم،
ثم بعد ذلك يطعنون في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء الذين يصل بهم الأمر إلى القول بتحريف القرآن وإلى إنكار سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما رووه هم من الأحاديث الباطلة والموضوعة، وقليل من ما يروونه هو الحق الموافق لما معنا. هؤلاء لابد من الحذر منهم، وهم يتدثرون بأنواع الخداعات عندما يقولون نأتي للسياحة أو غيرها. لابد من الحذر من ذلك إخوة الإسلام. إخوة الإسلام، نحن مقبلون على أيام خير كثير في شهر رمضان، وشهر شعبان شهر خير عظيم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا، فسئل عن ذلك فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الشهر من هيأ نفسه وقلبه بتصفية قلبه من الغل والحسد والحقد على المسلمين والغش لهم، طهر قلبه من الرياء والسمعة، وطهر قلبه من أنواع الشرك والتعلق بغير الله والتوكل على غير الله. من طهر قلبه وجعله مليئا بحب الله عز وجل والخوف منه ورجائه، يرجى له الخير في شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وانصر المسلمين في سوريا والعراق وأفغانستان وإيران والقوقاز وكشمير وبورما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعصم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجمع كلمتنا على الحق. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبنا، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الخير.